السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي نادية، يا رب قناتكم بتعجبكم وبتستفادوا منها. النهاردة مع بعض كده إن شاء الله هنعمل مع بعض تقسيمة حلوة جدا لمصروف البيت، دي هتنفعك بقى تبتدي تعمليها بقى من أول إن شاء الله. احنا دلوقتي في شهر بإذن الله شهر 7، تعمليها بقى من اول شهر 8 عشان تستعدي للمدارس بقى وللكتب والمصاريف المدرسه والحاجات دي كلها. تمام، هنعمل تقسيمه بقى حلوه جدا هتنفعك ان شاء الله في المدارس. اول حاجه هنعملها، بس انا جايبه ورق بقى عشان ايه نعمله اظرف، عشان ايه لو انت مش قادره تجيبي اظرف كده تعالي كراسه عادي، ورقه كراسه عادي وتشتغلي فيها. تمام، هنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هعملها معاكم ان انا هجيب كراسه كده وهنقسم مصروف البيت. ماشي، انت بقى قبضتي مثلا ايه كده اول الشهر ان شاء الله، اول شهر 8، او في ناس تقبض بقى اخر 7 يعني. فانت قبضتي مثلا هتاخدي بقى فلوس القبض هتعملي بيها ايه؟ فا اول حاجة هنعملها هنقسم بقى هنا بقى، ده هنا المصروف او المرتب. ماشي، هيتقسم معانا ازاي؟ هيتقسم معانا الخمس بنود، احنا هنقسمه النهارده لخمس بنود اساسيين. تمام، اول بند معانا احنا بنطلعه على طول اللي هو بند اللي هي ايه؟ الثوابت الشهريه. الثوابت الشهريه اللي هي ايه؟ عندك ايجار هتدفعيه، عندك مثلا نت، عندك كهربا، ميه، غاز. تمام، غاز النت والغاز والكهربا والميه، كل الحاجات اللي بتدفع الشهريه. لو هتدفعي مثلا اللي هو الاسانسير، تمام، اي حاجه انت بتدفعيها كل شهر، دي حاجه ثابته بتدفعيها كل شهر، هندي فهتبقى معانا اول حاجه هنا نمره 1 2 3 4 5، خمس بنود اساسيين. تمام، هنا اول حاجه قلنا الثوابت الشهريه اللي هي الحاجات اللي احنا بنطلعها كل شهر. تمام، بعد كده تاني حاجه هنقسمها اللي هي طبعا بقى انا قلت لكم عاملوها عشان المدارس بقى ان شاء الله والحاجات دي كلها. تاني حاجه اللي هي ايه؟ المدارس. المدارس بتتقسم لايه؟ هتجيبي كتب مدرسه، تمام، هتجيبي الكتب بتاعه المدرسه، هتجيبي اليونيفورم بتاع المدرسة، تمام، هتجيبي مثلا هتدفعي مصاريف المدرسة. ماشي، طبعا في مدرسة ايه بتدفع لها مصاريف، مصاريف المدرسة، هتجيبي شنط، هتجيبي كوتشيات. الله المستعان، ربنا يعين الجميع. تمام، يبقى كتب واليونيفورم ومصاريف المدرسة والشنط والكوتشيات والحاجات دي كلها، اللي هتجيبي أقلام مثلا، حاجات دي كلها اللي بتتكتب دي اللي احنا بنستخدمها في الكتابة والحاجات من دي بتاعت حاجات المدرسة كلها يعني. تمام، يبقى أول حاجة الثوابت الشهرية، تاني حاجة المدارس اللي هي ايه الحاجات كلها متعلقة بالمدرسة، تاني حاجة معانا التالت بند هو أساسي على فكرة وهنطلعه قبل ما نطلع مصروف البيت اللي هو الإدخار. ماشي، او ظرف طارئ اللي احنا بنعمله، بس احنا المره دي هنخليها ادخار. تمام، ده هيبقى اساسي معانا هنطلعه اول الشهر، تمام، حتى لو مبلغ بسيط. بعد كده الرابع حاجه معايا او رابع بند معايا اللي هو بند الاكل. ماشي، بند الاكل. تمام، البند بقى الخامس معايا هو بند المناسبات. بند المناسبات يعني ايه؟ مناسبات، جاي لك عيد ميلاد، جاي لك فرح، جاي لك اي حاجه بقى انت مناسبه كده وبتحبي بقى تجاملي جيرانك او صحابك او قرايبك وكده هما بيجاملوكي، فانا عامله لك بند مناسبات. كان في واحده طلبته مني فانا قلت ادخله معانا المره دي في البند بتاعنا، وهقول لك هنملاه ازاي. هنملاه من غير ما الفلوس اللي من غير مصروف البيت، هقول لك دلوقتي احنا هنملاه ازاي من غير ما نيجي جنب مصروف البيت خالص. تمام، اول حاجه بند اللي هو الايه قلنا الثوابت الشهريه، فاحنا هنعمل بقى ايه؟ هنعمل اظرف. انت عندك اظرف كان بيها، ما عندكيش هتجيبي ورق زي كده، مش لازم بقى ورق فلوس كاب، انا بس ده كان عندي يعني. فانت ممكن تجيبي ورقه كراسه عاديه خالص وتبتدي تشتغلي بيها. تمام، هتجيبي بس ورقه كراسه وتشتغلي بيها. ده اول ظرف اللي هو ظرف
ماشي. ده اول ظرف كده اللي هو ايه، الثوابت الشهرية، الثوابت الشهرية ماشي. ده اهو هعمل الازرو دي بس عشان الفيديو ما يطولش وهرجع لكم. انا عملت اهو الازرو كده، معانا 5 ازرف تمام. اول ازرو اول ظرف قلنا ان هو الثوابت الشهرية ماشي. تاني ظرف معانا اللي هو ظرف المدارس، وده تلحقي تعمليه من دلوقتي لان انت عندك شهر 8 وشهر 9، المدارس تبقى في اخر 9، فانت يا دوب تلحقي تعمليه شهر 8 عشان ما تضغطيش نفسك وتيجي شهر 9 تلاقي نفسك ضاغطه نفسك كويس، يعني تلاقي نفس ضغط نفسك جامد. فهنحط هنا في المدارس، بعد كده هنا ظرف الادخار ماشي، بعد كده ظرف الاكل، بعد كده ظرف المناسبات، وده هقول لك هنملاه ازاي من غير ما ناخد من مصروف البيت. هقول لكم فكره حلوه جدا دلوقتي تمام. هنيجي بقى كده اول ظرف معانا ظرف الثوابت الشهريه. انت بقى هتاخدي مصروفك بقى، سواء كنت مصروفك مثلا 5 4 3 2 6 7 10 تمام. فايه حسب مصروف البيت هنقسم، مثلا دول مش مكملين 3000 جنيه، دول 2750 جنيه ماشي. هنقول مثلا ان هما يعني انت هنتعامل على اساس ان هما مبلغ مثلا تمام. يبقى هنا 1 2 3 4 5، هنقول مثلا هنا الثوابت الشهرية انا مثلا بطلع الايجارات مثلا والنور والغاز والحاجات من دي، خلي دول كده بطلع مثلا النور والايجار والغاز وكده مثلا حوالي 600 جنيه في الشهر. فانا عارفة نفسي انا بطلع قد ايه، هطلع مثلا انا بطلع مثلا 550 560، يبقى انا هطلع 600، اطلع بزيادة شوية تمام. يبقى هنا 1 2 3 4 5 ماشي كده 6. لو انا بدفع مثلا 600 جنيه مثلا، انا بقول مثال يعني تمام، مثال مثلا 600 جنيه بنطلعهم احنا كل شهر في اللي الفواتير، ثوابت الشهرية اللي هكتب لكم تحتها اللي ايه، فواتير ونت وكده ماشي. انا بقول مثال، هناخد بقى هنا ايه كده ال 600 جنيه بتاعتنا وهحطهم اهو. يبقى ده كده ايه الثوابت الشهريه تمام، دي الثوابت الشهريه. بعد كده هنيجي على بند، واحنا قلنا تاني بند اللي هو بند المدارس. المدارس بقى انا هقسمهم مثلا على انا مثلا هدفع مثلا الكتب مثلا عامله معايا مثلا 100 جنيه، واليونيفورم عامل معايا مثلا 300 جنيه، والمصاريف بتاعه المدرسه عامله معايا 100 جنيه، يبقى كده كام، 500 جنيه مثلا. والشنط والكوتشات قولي مثلا هنعمل 1000 جنيه للمدارس، فهنعمل ايه، هناخد 1000 جنيه بسم الله، هناخد 1000 جنيه كده وهنحطها في ايه، في المدارس. هناخد انا مثلا كل الحاجات بتاعت المدرسه بتاعتي كلها مثلا عامله معايا 2000 جنيه، يبقى انا هحط 1000 الشهر ده وهحط 1000 في الشهر اللي جاي، يعني احط 1000 في شهر 8 و1000 في شهر 9 عشان ما اجيش شهر 9 احط ال 2000 كلهم، انا بقول مثلا يعني، والاقي نفسي بقى ايه اثرت على مصروف البيت تمام. بعد كده هعمل لكم ان شاء الله واحد تاني بقى، فيديو تاني ان شاء الله لمصاريف الدروس وكده بس يعني ماشي. فده كده اهو حاجة المدارس، ده هو التاني ظرف بتاع المدارس، يا رب يكونوا واضحين معاكم كده ماشي. بين ده ظرف الثوابت الشهرية الفواتير وكده، وده ظرف المدارس. بعد كده معانا ظرف الادخار، وده هنطلعه قبل ما نطلع ظرف الاكل او قبل ما نعمل اي ظرف تاني. الادخار مثلا انا مثلا عايزة اشيل مثلا 2% مثلا من مصروف البيت، اعملي بقى 2% مثلا، لو انت مثلا مصروفك 2000 جنيه، يبقى 2% حوالي 20 جنيه او 20 جنيه. لو انت مثلا اعلى فاحنا هنحط مثلا، هنقول في الادخار مثلا هنحط مثلا 100 جنيه، طبعا على حسب انت ظروفك وعلى حسب مصروف البيت بتاعك. هنحط مثلا في الادخار الشهر ده 100 جنيه، قدرتي تحطي اكتر حطي اكتر، انا بقول مثال، انا بقول لك بس ايه على كل على حسب طبعا ميزانيتك هتحطي. ظرف الادخار حطينا له مثلا 100 جنيه تمام. هنيجي بعد كده الاكل والشرب والمناسبات. انا مثلا خلصت كده الفواتير والحاجات بتاعتي كلها، انا بقى الباقي من مصروف البيت ده
الباقي اللي معايا ده اللي انا هصرفه بقى في اكل، في الاكل والشرب، همشي بيه نفسي ايا كان هو ايه. تمام. مصروف البيت بتاعي كبير، هزود في الادخار. مصروف البيت بتاعي على الاقل هحط في الادخار اي حاجه 50 100 200 بقى، على حسب بقى انتوا مصروفك قد ايه. وبعد ما نطلع الادخار، هنطلع الادخار اول الشهر عشان الناس اللي ما بتعرفش تمسك نفسها في المصروف يبقى معانا ظرف الادخار. تمام. ظرف الادخار ده انا مش بفتحه غير من السنه للسنه، ما بجيش جنبه خالص. بفتحه مثلا على مدارس، يعني انت المفروض تكوني عاملاه من السنه الجايه، من السنه اللي فاتت انت بقى تعمليه، من السنه الجايه هتاخديه على المدارس السنه الجايه، تعمليه مدارس لرمضان لعيد، ده ما بيتفتحش غير في المناسبات الكبيره بس، ما يتفتحش ايه وما بتاخدش منه حاجه خالص. تمام. زي ما هو كده محطوط. بعد كده الفلوس اللي فاضله دي كلها نحطها بقى من غير طبعا ايه ما نعدها، نحطهم كلهم في ظرف ايه، الاكل والشرب. ماشي. هنعمل طبعا ميزانية للأكل والشرب، وهنعرف احنا هنصرف قد ايه في الأكل والشرب علشان نمشي، نعرف نمشي نفسنا. تمام. ده كده ظرف الأكل والشرب فاضل معانا. همشي نفسي بقى بالطول بالعرض، واحاول ان انا ادبر واوفر عشان همشي نفسي بيهم على قدهم، واعمل اقسمه بقى على، احنا عاملين تقسيمات كتيره لمصروف الشهر لوحده. شوفي بقى الفيديو، هسيب لكم الفيديوهات في اخر شاشه النهايه ان شاء الله، اللي هي الشاشه اللي بتبقى في الاخر، عشان لو عايزين تشوفوهم تقسيمه مصروف البيت ازاي لوحده، يعني من غير ايه الحاجات دي كلها. تمام. بعد كده معانا ظرف المناسبات. المناسبات طبعا الاكل والشرب هنقسمه، طبعا هتقسميه بقى على 4 اسابيع، هتقسمي على حاجه الشهر، هتقسمي مثلا هتجيبي خزين هيبقى هيداخل فين بقى الخزين، ماشي، اللي هو بالاكل هيبقى داخل فيه خزين، داخل فيه بند اللي هو السوبر ماركت اللي هو الفطار والعشاء، داخل فيه بند اللحوم، ماشي، فهو داخل فيه المنظفات برضو، ماشي، يبقى كده بند الاكل هيدخل فيه الخزين والسوبر ماركت واللحوم والمنظفات. هنعمل ميزانيه بقى بيهم على قد ما هم موجودين كده، فاض معانا 1000 2000 3 4 هناخدهم وهنعمل بيهم ايه، ميزانيه، ونمشي نفسنا بكل البنود بتاعتنا بتاعت البيت. تمام. بعد كده ظرف المناسبات ده هنملاه. طب انت يا ناديه دلوقتي حطيتي كله الفلوس كلها في اظرف وما سبتيش حاجه لظرف المناسبات، هتمليه منين؟ هقول لك هنملاه منين، مش هناخد من الادخار ولا حاجه. ظرف المناسبات ده في ناس ما بتعرفش تعيش من غير ما تجامل، بتبقى على طول عندها مناسبات، عندها عيد ميلاد، عندها فرح، عندها مناسبه، فبتحب تروح تجامل جيرانها بقى بفلوس او بهدايا على حسب ما هم متعودين مع بعض. فانت عشان ما تاثريش على مصروف البيت وما تاخديش من اي ظرف من دول عشان تدخلي في ظرف المناسبات، هتعملي ايه؟ انت مثلا دلوقتي عندك مثلا بنتك نجحت، وجا حد جالك من قرايبك او من جيرانك وجاب لك هديه، اعطاكي فلوس، اي حاجه، اعطاكي فلوس، هتاخدي الفلوس دي سواء بقى نجاح، عيد ميلاد، جالك اي مناسبه، فانت الفلوس اللي هتجيلك كلها هتاخديها تحطيها فين؟ هتاخديها في ظرف المناسبات ده، تحطيها هنا، مش هتصرفيها ولا هتيجي جنبها. الفلوس اللي هتجيلك من اي مناسبه عندك هتاخديها تحطيها في ظرف المناسبات ده. تمام. انت دلوقتي جالك هديه ما جالكيش فلوس، هتعملي ايه؟ هتاخدي ثمنها من مثلا مصروف البيت، هتحاولي تشيلي من مصروف البيت الهديه اللي جاتلك دي. تمام. انت هديه جاتلك ما كنتش عامله حسابها، فتاخدي من مصروف البيت، تحاولي يعني على قد ما تقدري تاخدي من مصروف البيت، حتى لو ايه مثلا نص الثمن، الهديه الولديه غاليه خدي نص ثمنها، مصروفك يسمح خدي ثمن الهديه كلها حطيها في ظرف مناسبات، بحيث ان انت اللي هي جابت لك الهديه دي جات لك انت بعد كده وعندها مناسبه، وانت عشان ما تجيش تاثري على مصروفك فانت هتاخدي منها من ظرف المناسبات، وهترد لها الهديه، تجيب لها بدلها هديه بدل اللي جابتها لك. انت جاي اعطاها حد، جاي اعطاكي فلوس مثلا، في ناس هنا في مصر احنا بنجامل بعض بساعات بالفلوس، حد جالك مثلا في اي مناسبه اعطاكي مثلا ايه؟ مثلا يعني جاي اعطاكي مثلا 200 جنيه. جاي اعطاكي 200 جنيه كده، يعني زي ما يكون بيباركوا لك يعني على اي حاجه، هتاخدي ال 200 جنيه دول هتحطيهم فين؟ في ظرف المناسبات. اللي هي اعطيتهم لك زي ما هم كده، خديهم من ايديها كانهم ما جوش، وتاخديهم تحطيهم في ظرف المناسبات. تمام. حطيناهم في ظرف المناسبات بقى كده اهو موجودين معانا. هي جالها اي مناسبه تانية او اي حد تاني عجله اي مناسبه وعايزه انت ترديها بقى، تردي اي مناسبه عندك، هتاخدي برده من ظرف المناسبات ده وهتردي الفلوس اللي هي ايه اللي عليك، عشان ده يعتبر دين، يعني حد يديك فلوس لازم ترديها طبعا، فده يعتبر دين. فانت عشان ما تاثريش بعد كده على مصروف البيت هتاخدي من ظرف المناسبات ده وهترجي المناسبه بتاعتك. تمام. دي فكره قلت اقولها لكم بس، يعني لو عجبتكم نفذوها، ما عجبتكوش خلاص كاني ما قلتهاش واستبعدوها، وهترجي من مصروف البيت عادي وهتجيبي المناسبه بتاعتك. بس انا دي بقول لك فكره حلوه، حتى لو انت ما ستي يعني مش عايزه مثلا، هي اعطيتك 200 جنيه يا ستي وانت مثلا مزنوقه اليومين دول فيهم وعايزه تاخدي منهم حاجه، مش هتاخدي 200 جنيه، هتاخدي مثلا 100 واحده بس تحطيها، ماشي، هتاخدي 100 بس تحطيها
وبعد كده تبقي ايه ومش متبقيش زنقتي نفسك يعني. ولو انت محتاجه هتاخدي ميه بس تحطيها، وتاخدي الميه بتاع التانيه تستخدميها عادي، تاخديها في اي بند بقى من البودر اللي انت عايزاها. تمام، الفكره دي حلوه قلت لكم عليها، يمكن ايه تستفادوا منها ان شاء الله. يبقى كده احنا قسمناها على 5 بنود. اول بند الفواتير، الثوابت الشهريه اللي هي الفواتير والايجارات والكهرباء ميه غاز بقى اسانسير الحاجات دي كلها. بند تاني حاجه بند المدارس اللي هو الكتب اليونيفورم المصاريف والشنط والحاجات دي، المفروض ان احنا بنكون اصلا عاملين لهم حاجه من السنه اللي فاتت، برطمان بقى محوشين فيه، جمعيه، ظرف الادخار، ظرف طوارئ، الحاجات دي يعني عشان طبعا عشان نكفي معانا لان المصروف هنا بيبقى جامد جدا. وهعمل لكم برده فيديو ازاي تعدي برده الشهرين بتوع 7 بتاع 8 و9 دول ازاي عشان زنقه المدارس مدارس وكده. ظرف الادخار احنا بنحط فيه اي مبلغ صغير، بس المهم ان انت لازم تحطش فيه اي حاجه كل شهر ان شاء الله، وده مش بيتفتح غير من السنه للسنه. تمام، ده مش بيتفتح غير يعني مدارس رمضان عيد حاجات الكبيره بس. تمام، بعد كده بند الاكل والشرب اللي هو خزين السوبر ماركت اللحوم والمنظفات الحاجات كلها بتاعه البيت. بعد كده بند المناسبات اللي احنا قلنا الظرف بتاع المناسبات اللي احنا بناخد اي حاجه احنا حطيناها بنردها تاني. تمام، يا رب كده. تنسوش بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناه، واضغطوا على زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم، الناس اللي متابعاني وبقى لها فتره بتتابعني اثبتوا لي وجودكم في التعليقات، يعني اللي بيتابعني وبقى لي فتره متابعني اثبت لي وجوده كده في التعليقات. ما تنسوش اللايك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.